حياكم الله أعزائنا المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج المراقب. برنامج المراقب هو برنامج قانوني سياسي خدمي اجتماعي يسلط الضوء على كل ما يحدث بالشارع العراقي ونتناوله من ناحية قانونية اجتماعية اقتصادية سياسية مع ضيوف الحلقة. اليوم الموضوع بصريح العبارة يعني هو واحد من المواضيع اللي دائمة الظهور على الشاشة، وواحد من المواضيع اللي قمنا نشوفها بصورة شبه يومية. وبصريح العبارة وحتى استغل وجود ضيوف الحلقة وما أطيل بمقدمة لا تغني من فقر ولا تسمن من جوع، تزامنا مع مثل هكذا موضوع خطر جدا، اليوم نريد نحكي على التسريبات التي تفضحها الكوميشنات. بين الحين والآخر نسمع بفضيحة تخص مسؤول، تخص قيادي بحزب معين، تخص أعلى هرم الحكومة إلى آخرين. اللي دي يصير بالعراق انه شخص يتهم بملف معين ويثبت عليه الملف المعين، وبعد ان يثبت نشوفه باقي بمكانه ومن الممكن ان يترقى الى مكان افضل. ناس لازم لازمات على ناس، وناس تعرف فساد ناس اخرين على مستوى الحكومه، والمواطن باقي يتصفن يمنى ويسرى الدوله شلون ماشيه وشلون راح تمشي. تابعونا بعد الفاصل. ضيوف الحلقة هم ضيوف مميزين جدا وعلى مستوى الحدث، نتأمل أن تكون حلقة تنال رضاكم. بصريح العبارة الملف مو ملف اعتيادي، ماكو حكومة تدار عن طريق الفيسبوك، مع جل احترامي للسيد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني. احنا مو جهة بالضد من أي توجهات حكومية تهدف إلى مراعاة المصالح العليا للبلد، مراعاة مصالح المواطن الفقير الذي لا حول له ولا قوة، لكن هاي الحكومات هي لفيف من تيارات وأحزاب اجت للعراق من بعد 2003، فالكل شركاء بها. ضيوف الحلقة راح يكون وياي عبر السكايب الأستاذ مشرق الفريجي، أمين عام حركة نازل أخذ حقي. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا حبيبي، شرفت عمري. الله يسلمك. ومن داخل الاستوديو السيد عبد الرحمن الجزائري القيادي في تيار القسم الوطني، أهلا وسهلا بك أستاذ. حياكم الله يا مرحبا. أستاذ مشرق، بصريح العبارة التسريبات اللي دا تحدث يعني اليوم داخل العراق، منشورات تنشر على الفيسبوك، فضائح تطلع على الفيسبوك، هل إنه هذا الموضوع هو موضوع يعني اعتيادي يحدث في غير دول؟ بغير دول من الممكن إنه هذا الموضوع يفلش حكومة كاملة. نعم. تحية لحضرتك ولضيفك الكريم ولقناتكم الكريمة. خلي أقول لك شيء، يعني إحنا التسريبات بالعراق بيها شقين، تسريبات زائد 18 وتسريبات بها كوميشونات، ونفس الفاعل. نعم. يعني الفاعل هو القوى السياسية التقليدية وصقورها. نعم. وأنا أرجع لك قبل سنتين تقريبا، وكانت لي زعماء وقادة سياسيين مهمين في البلد ويديرون الكفة، وهم أبرز قادة الإطار التنسيقي. نعم. خرجت عنهم تسريبات بشكل واضح من داخل بيوتاتهم، من داخل مكاتبهم، يعني خرجت تسريبات وقالوا مفبركة، وسنوا سنة الفبركة على التسريبات. نعم. وصار كل واحد يسربوله يقول مفبركة، وأنا أعتقد أن نسبة الفبركة بمثل هذه التسريبات هي ضئيلة جدا، وبالتالي لحد الآن حتى الأوامر القضائية سواء بالتسريبات اللي قبل سنتين ولغاية هذا اليوم، إذا كانت بابتزاز الضعفاء، ابتزاز النساء، ابتزاز بناتنا في سبيل استمرارهم أو الحصول على ما يريد أو استغلال المال العام، فهي سنة يحاسب عليها من أطلقها ابتداء، ومسؤول عنها هي الطبقة السياسية الحاكمة وليس الحكومة فقط. نحن اليوم لا نبحث عن تصغير الصراع. أستاذ مشرق عفوا، أريد أستغل وجودك بطريقة أخرى. أريد أسألك سؤال واضح وصريح وتجاوبني جواب واضح وصريح. هل هذه واحدة من أساليب الحرب الباردة بين تيارات الحكومة بالعراق؟ والله خاف أقول لك، يعني ما أعرف هالعقلية، هاي العقلية اللي حامليها شنو من عقلية. هم أي حرب باردة وهم شكل واحد،
اي حرب بارده وهم تصنيف واحد. انتم وحدكم لازمين الحكومه والسلطه والبرلمان كل الرئاسات وكل شيء يمشي باوامركم، والوزراء مالتكم والمدراء العامين مالتكم والوزراء الكم والقوات الامنيه الكم والمخابرات والاستخبارات الكم، وواحد يسرب للثاني. هاي سربت يا حشم، نقول ابو اعذرهم ما يخلون احد يشتغل. هذا بيناتكم انتم، يعني قبل كم سنه كنتم بالله نفس الفساد ونفس البوق، بس كنتوا واحد يطمطم للثاني. شجاكم هسه الله وفضحكم فضيحه وقمتوا واحد يفضح الثاني. المسؤول عن التسريب هم الشركاء الذين يجلسون على طاوله الحكم في ائتلاف اداره الدوله واختصار الاطار التنسيقي. لهنا جيد، اريد اتوقف وياك استاذ مشرق. انتقل بالسؤال الى استاذ السيد عبد الرحمن الجزائري القيادي في تيار القسم الوطني، اهلا وسهلا بك مره ثانيه. الله يا مرحبا. يعني بمثل او بعباره، ما شافوهم من باقه وشافوهم من يتقاسمون، هل هذا ما يحدث بالعراق اليوم؟ بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه خاصه الى جمهور قناتكم الفضائيه المحترمه والى ضيفك الكريم استاذ مشرق والى جنابك الكريم استاذ عمر. اعتقد خلينا نفصل الامور بدون عشوائيات الحديث، يعني احنا مطلوب منا من نخرج بالإعلام، وإحنا قريبين على السياسيين، يعني حتى أستاذ مشرق ليس بعيد عن ما يتحدث به وكأنما هو خارج سرب السياسة، وبالعكس جزء من السياسة. وأي موضوع يمس مثلا اليوم نتحدث بإدارة الدولة والإطار بالشمولية مو صحيح، مو دقيق. لا، نتحدث بحكومة عاشت في جو يعني احتلال. نعم، هذا الأمر الأول. نعم، عاشت في جو صنيعة لشخصيات لربما مو أهلا للقيادة بالتالي، وبالتالي بدأت العملية بعملية ملفات الفساد الكثيرة، وبالتالي إلى أن وصلت إلى عملية كشف الأوراق في التسريبات الأخيرة أو التسريبات السابقة يعني عرضت. لكن يبقى اليوم هنالك قضاء وعملية الفساد. إذا نتحدث وليس دفاعا لا على الإطار ولا على إدارة الدولة، بصورة عامة الفساد في كل العالم، الفساد في أمريكا موجود، الفساد في فرنسا وأوروبا موجود، الفساد في بريطانيا موجود، مو بنفس الحجم اللي لا موجود. لا اسمح لي، لا لا لا، لأنه إحنا عندنا لربما، وهذه نعمة من نعم، أنه نمدح السلطة الرابعة الإعلام يكشف لربما ويوثق، وبالتالي اليوم هذا التطور اللي ماشي وهو عملية اليوم التكنولوجيا الحديثة في العراق بدأت بتسجيل اليوم على مدير عام وعلى وزير. بس عفوا، يعني هسه الإعلام اللي موجود بالدول الغربية أو بأمريكا حتى ما قادر يوصل المعلومة، بالعكس أصلا هناك مطبق قانون اللي يخص الإعلاميين والصحفيين ممكن حتى أكثر من العراق، يعني آلية تسمح تطرح الموضوع بمهنية بصريح العبارة أكبر. إحنا الشعب العراقي شعب ذو فطرة كبيرة جدا، الشعب العراقي ومتعاطف، تلقى اليوم لربما قريب عليك اليوم السائق مالك، المدير مكتبي قريب علي فلان من الناس، وبالتالي يبدأ يسجل لي ويتعاطى وياي بهذا الموضوع ويكشف الأوراق إذا تم الاتفاق على ما بني أنه هنالك اتفاق، أنه إحنا نتقاسم الكعكة بيناتنا وأسد لك والسد لي. لا، أعتقد لا، القضاء العراقي وبالتالي مع اليوم حكومة السيد السوداني التي تبحث اليوم، لكن معالجة عملية الفساد مو أنه بيوم وليلة، ماكوش منطق يعني بالعالم كله. يعني أنا اليوم استلمت يوم سلطة، هذه السلطة بيها مشاكل احتلال، بيها مشاكل عدم التسليح، بيها مشاكل اختلاف الإقليم ويا المركز، بيها سنة وشيعة، بيها أقليات، بيها نازل آخذ حقي، بيها تشرين، بيها فلان، بيها علان. أنا شلون أسيطر على الوضع بالتالي؟ واليوم بيوم وليلة تريدني اليوم أنا كل مفاصل الدولة أنا أجمع لك إياهن بملف واحد وانهي لك الفساد. نعم، وأنت تجي تقول لي هذا ممكن؟ طبعا صعب. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني الوضع الاقتصادي الذي يمر به العراق. لا اسمح لي، نقطة مهمة، وانت ثرت موضوع ما لازم أكمل الفكرة يا أستاذ عمر، يا جدا مهم. فضل. بس إذا تسمح لي من فضل. بعد إذنك هسه أنت ثرت موضوع جدا مهم. تشرين هي شريكة بالحكومة أو لا؟ تشرين اليوم عندها مناصب، اليوم عندها درجات وظيفية خاصة، اليوم أكو جزء من عندهم من أتى وتسلق على البعض الآخر، وجزء آخر يشير إلى أنه الموجودين لا يمثلون تشرين. لا اسمح لي، أولا أنت إذا تفصل بين الشعب وبين الحكومة وترمي كل سهام اليوم الفشل والخطأ في جانب الحكومة، هذا خطأ كبير. نعم، بحد ذاته منطقيا ما يكون هذا الموضوع. الشعب أيضا جزء. لا اسمح لي أستاذ،
أنا ما سمعتك ترى. عفوا عفوا استاذ مشرف. بس هو لا لا قلت عاش تيدك كلش صح جاي يعني عقب مو جاي قاطع. لما تقول لي شنو ذنب الشعب، الشعب شو له علاقه؟ لا الشعب له علاقه لما قام الشخص المواطن يذهب الى ابسط دائره. نعم. مثلا لوزارة الفلانية للرعاية إلى وزارة العدل إلى وزارة التربية، وبالتالي يدفع للتعيين ويدفع لقضية عملية اليوم كسب الأموال، وبالتالي هذا هو بالتالي شارك بالجريمة. إذن إحنا عندنا جريمة الفساد في العراق هي أكثر من كل العالم، تمام؟ كيف القضاء عليها؟ لما يكون عندنا قضاء نزيه وعادل وبالتالي يتحقق. لما يكون عندنا اعلام، بس اسمح لي، صوره اعلام مثل قناتكم الكريمه الان، تعال كشف لي اوراق اليوم الفساد، انا اتعامل وياك ويا الشعب العراقي بدقه. هنالك ملفات فساد كبيره. السيد رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني استلمت السلطه من تاريخ كذا، وما هي ملفات الفساد التي قام التحقيق بها؟ مثلا يعني مثلا صفقه القرن على سبيل المثال. نعم. نور زهير نشرت بالإعلام وانفضح نور زهير، وبالتالي هنالك اتفاقيات صارت باسترجاع الأموال للعراق وغيره، وهذا ملف من يقف واحد. من يقف والتسريبات من يقف استاذ عمر المتحدث في نور زهير، من يقف قضاء العراقي من استاذ العراق. عمر القضاء العراقي موجود، يعني اقول لك القضاء العراقي اللي طلع رئيس البرلمان العراقي وهو اعلى سلطة تشريعية في الدولة ما قادر اليوم يحاسب نور زهير؟ سؤالي مو أنا بس اسمح لي. نعم. أتطرق أنه إحنا نجي نجزم ونقول الإطار وإدارة الدولة اليوم هم ذولي مختلطة الأوراق وكلهم اليوم هم فاسدين، هذا مو دقيق. هسه أنا ما أرد أخلط أكو زعامات اليوم بالسلطة مع جل احترامي للجميع، سؤالي ايه؟ واضح وصريح، من يقف بالضد؟ إذا تسمح لي أنتقل بالسؤال إلى أستاذ مشرق مرة أخرى، نرحب بك أستاذ مشرق. يعني بصريح العبارة أريد أن يكون أكو سيل من المعلومات يستفاد من عندها المشاهد العراقي، من يقف بالضد من محاسبة نور زهير اليوم بصريح العبارة؟ يعني المتشبثين بالسلطة، يعني أنا ما أعرف أكو جاي يصير فتلبس، أنا لازم أجاوب وأرجع لك. نعم. يعني جاي يصير لبس بالشكل، المشاركة بالنظام السياسي هي مو مشاركة بالسلطة. هاي الأفكار اللي يحاول يرسخها اللي بالسلطة من 2003 وهم التحالف الوطني الـ 555 والشمعة، وبالنهاية هو الإطار التنسيقي ما عدا التيار الصدري خرج من عنده في الفترة الأخيرة، هذول اللي لازمين السلطة. المشاركة هاي السلطة مالتهم، النظام السياسي احنا شركاء، نعم في النظام السياسي احنا حزب سياسي بظل هذا النظام، لكن هل نحن شركاء في السلطة وياهم بالسلطة؟ هنا لا، من شاركهم ولا داخلين وياهم يعني ولا مشاركين. يعني دول من الممكن يكونوا جو تشريع. استاذ مشرق هي مجرد دخولك باليوم الانتخابات ودخولك للعمليه السياسيه، انت شريك اصبحت. لا شريك في النظام السياسي مو بالحكم حبيبي. لا لا عاد اذا هيك لعد انت لا تذب اللوم على الاطار، ذب اللوم على المراقب، المراقب على عمل الدوله. استاذ عبد الرحمن عفوا الاطار هو استاذ مشرق اذا تسمح لي مراقب على عمل الدوله. استاذ مشرق اذا تسمح لي بدك استاذ مشرق اذا تسمح لي ادير الحلقه من بعد، يعني وهذا الواقع غير الواقع. اذا تسمح لي من بعد اذنك استاذ مشرق، استاذ رحمن استاذ مشرق يقول لك انه انا ما عندي منصب بالحكومة، أنا ما عندي منصب اليوم. لا 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 إذا يتحدث لي بالمناصب، هو مجرد أن اليوم راح سجل بالكيانات السياسية ودخل للانتخابات هو جزء لا يتجزأ من منظومة العمل السياسي. إذا نعم. قاطع من أحشية أطلع. لا أنا مو قاطع، كان مداخلة. الله يخليك. إحنا مو ديمقراطية، إحنا ديمقراطية نتحدث بالديمقراطية. خلي جو الجو لك أستاذ مشرق، الجو لك. إذا على الصوت العالي إحنا صوتنا ب 2000 لا لا أنا أقبل، لا ما له علاقة بالصوت العالي، أنا أقبل بس شوية أكو مداخلة. أستاذ رحمن هو ما أستاذ عمر أنت تدير الحوار ولا أكيد أنا لازم أتدخل أنت وين فكرة خلي ما سويت شيء أنا ما قاطعت. لا 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 مداخلة هذه. لا أنتم ما ضيفان محترمين، أنتم ما ضيفان محترمين جدا بالنسبة للبرنامج. أستاذ مشرق كمل فكرتك حبيبي. الله يخليك، أنا جاي أحكي على أشياء تخص بعض الأشياء اللي طرحها أخوك، أنا أقدر أقاطع هذه أحكي بها، أنا ما جاي أقاطع. القصة النظام السياسي هذا يستوعب المشارك بالانتخابات والمقاطع بالانتخابات وحرياتك الشخصية وحرياتك العامة والأشياء التي أقرها الدستور في ظل هذا النظام السياسي. يعني أنت حضرتك هسه لديك قناة تلفزيونية ومقدم برنامج ضمن الحريات يدخل في سقف الدستور والقوانين اللي كفلها النظام السياسي، مو أنا وأنت كفلتها. هاي اللي صارت هذا يسمونه نظام سياسي. عيشنا بالعراق وبقائنا بدون رفض وقابلين بدوائر الدولة الموجودة والمؤسسات، هذا قبول بالنظام السياسي الموجود، هذا قبول. المشاركة في السلطة هنا تختلف بين معارض
ومشارك في السلطة. هنا الاختلاف اللي ما جاي يميزون بها الأخوة ويردون يخبطوها كلها خبطة حتى شنو يقول لك احنا كنا سود ما بينا أبيض. يردون يسوون الوضع سوداوي عشوائي كلها مسربتة. يعني انتم دعاء انتم عندكم قبول ولستم مشاركين. نظام سياسي هذا أبويا، يعني أنت مو إحنا أريد نخرب النظام. نعم. هذا النظام السياسي يحتاج إلى تعديلات ويحتاج تغيير شامل ويحتاج نظريات لإذا كيفية إدارة المؤسسات وإدارة الدولة. لذلك أسسنا أحزاب ورحنا نشارك في الانتخابات حتى نوصل أفكارنا. لكن ما رحنا إحنا تحاصصنا ودخلنا وما رحنا بكمشيونات اللي هم متهمين بها، ولا سبينا بعضنا بتسريبات مخزية ومخجلة، ولا اللي يطلع من عندي يسبني ولا اللي يبقى وياي يسبني، ولا جبنا فاشينستات وجبنا لهم جكلاسات، ولا جبنا نساء بالشارع يفترن ويضربن ويحتدن على شرط المرور وغيره ويجون يخلصوهن. هاي الأشياء إحنا ما سويناها، إحنا نحكي والله صحيح. بأمور بكيفية أساسات الدولة وكيفية هاي الجزئية صحيحة. هذا راح أقول لك. هسه أنا أقول لك، يقول لي المواطن العراقي شريك بالفشل، يعني هسه المواطن لازم هو شريك المواطن بقضية واحدة، السماح لهم بالوصول إلى دفة الحكم في كل مرة عبر صناديق الانتخاب. هسه أكو رشوة، أكو مقاطعة، أكو أساليب باستخدام السلطة والدولة، لكن بالتالي المواطن هذا خطأ، بس مو خطأ إنه هو ما تقدمت له خدمة، مو خطأ إنه أكو فساد مستشري وأكو موظفين يبقون. ليش؟ هم اعتمدوا هذا النظام، نظام طمطم لي وطمطم لك وأكد لك إياها. سابقاً كانت الخلافات بيناتهم يعني مشي أمورهم. هسه هاي بعد فضائح التسريبات هاي راح تفضحهم قدام الناس. أريد أوقف وياك السؤال. شنو السبب؟ شنو السبب وصلوا إلى هاي المرحلة هسه؟ بس ما إلا هذا البشر بعد من يبطر بعد يريد كل شيء، بعد السلطة هاي تغري يريدون كل شيء بعد، يعني هم يستهينون بكل شيء بعد. أنا أريد أقول هم يريدون يخرجون من عنق الزجاجة بهذه الأزمات. شو يقول لك؟ يقول لك العراق محتل وإحنا ما عندنا وقت وأكو تشرين وأكو حرب وأكو كذا، يطلع لك هاي الأسباب من جوا. يعني بينما هو قبل سنتين بتشكيل الحكومة المدح لأدواتهم بنجاحاتهم بمصادرة حق التيار الصدري باعتباره كتلة أكبر، بمصادرة هاي الأشياء وهاي الأشياء اللي سووها في سبيل أنه يهيمنون على السلطة، وايضا رجع نفس الفشل مره ثانيه ويقولون احنا محتلين، ملف الكهرباء مو يمنا، ملف الامن والدفاع مو يمنا، ملف شالنا باقي المن باقي. فهمني ارجع انت كلها هاء والوقت أرجع ما لك. عندي وقت ثاني. نعم. بس اقول لك ما عندي وقت. 21 سنة ما عندك وقت. شو تريد؟ ايش قد اطيق بعد؟ ايش قد اصبر؟ ولازم يتهبون الشباب تشرين وشيطون العالم. يابا والله احنا مع النظام السياسي، خيسهم عن الكل، احنا مع النظام السياسي. عمي عدوا الامور وسيروها بشكل صحيح، ما اريد خرابات. شكرا استاذ مشرق، ارجع لك مره ثانيه. استاذ عبد الرحمن رحب بك مره ثانيه. استقرار سياسي موجود، ثوره داخليه ماكو، المواطن نوعا ما دي يستشعر خير بالحكومه اللي موجوده. سمعت اللي طرحه استاذ مشرق، يقول لك انه مثلا انه احنا موافقين على العمليه السياسيه برمتها لكن احنا مو شركاء. تعليق حضرتك. اي هسه اني بس اريد اجاوب. اخذ وقتك على اخذ وقتك ما طرحه اخوي استاذ مشرق. اولا يعني لا يتهمني انه اني اذب يعني موضوع ملف الفساد فقط على قضيه انه موضوع الاحتلال، لا. نعم. بس انا قلت جزء. ليش قلت جزء؟ لانه استاذ مشرق عاش بالعراق من عام 2003 وكنا عاصرنا، يعني بدايتها كان يعني اول وحده قضيه اليوم الاخلال بقضيه اليوم وزاره الدفاع. نعم. برايمر اول قرار صدره يا استاذ مشرق اذا تسمعني انه الغاء وزاره الدفاع اللي هي القوه العسكريه العراقيه التي لربما تحمي حدودك وتحمي حدودي، وبالتالي اليوم صار ما صار. بعثها دستور ما عندنا وهو عقب على قائمه 555 وهذه قائمة مشرفة حقيقة لأنه كانت تخص يعني شريحة من المجتمع العراقي وأنت منهم يا أستاذ مشرق، وكانت تعطي الضوء الأخضر لعملية بناء الدستور العراقي. هاي السنوات اللي ضيعناها يا أستاذ مشرق، هذه السنوات كانت اليوم السلطة في هاوية. اليوم من تتحدث لي على 21 سنة، من ليش ما تتحدث لي على 4 سنوات أنا عندي احتلال من داعش لمحافظات 60 كيلو عن بغداد، 60 كيلو. 4 سنوات السيد العبادي حكومة تقشف، أي مشروع عراقي ما صار، لأن كان من يتحدثون يقول لك أنا عندي داعش
أنا عندي الموصل محتلة، عندي الأنبار محتلة، ثلثين العراق محتل يا أخي. أنا عندي بال2005 2006 طائفية، وأنت تعلم أنا ابن بغداد أتحدث لك، أنا ما أقدر أعبر للأعظمية، ابن الكاظمية ما يقدر يعبر للأعظمية، وابن الأعظمية يقدر يعبر، وهذه كان كلها صنيعة اليوم السموم الموجودة اللي جابتها الولايات المتحدة الأمريكية بإقرار احتلال العراق وهذا القرار. وبالتالي أنا أتحدث لك الآن لما يكون أستاذ عمر يقول لك أكو استقرار، أين الاستقرار اليوم؟ وأنا اليوم المنطقة ملتهبة بالشرق الأوسط اليوم، فأنا بالتالي أي هذا الصراع السياسي ولد احتقان إلى أن يصل إلى هذه المرحلة، مو عملية ترافع أنه اليوم المسؤولين عندهم ترافع وواحد يطلع ملف على الآخ، لا لا أبدا، الفساد مشمل للكل ويشمل اليوم جزء من وزارات اليوم ما أدت واقع الحال للمواطن العراقي. من أجي على نقطة المواطن العراقي، أنا اليوم مواطن عراقي، لما أنا أدفع رشوة شجعت الضابط، لما أدفع رشوة على مدعين ابني ما أعرف هسه وصلت التعيينات بدفاتر حسب ما نسمع، مواطن شريك، المواطن شريك، مسؤولية تضامنية، مسؤولية شريك. أنت منك ليش تطل المسؤول؟ ما أنطل المسؤول، أنا أخذ حقي بما أريد. هذا جانب التداخلات بقضية اليوم الكتل السياسية الناشئة الجديدة، وهي من ضمنها اليوم تشرين وغيرها وغيرها، وهذه أحزاب مدنية اليوم واقع الحال. اليوم رأت لربما جزء من الأحزاب الإسلامية قصرت، هسه احنا عندنا أحزاب إسلامية وعندنا أحزاب مدنية. نعم. هذه الأحزاب المدنية يا أستاذ مشرق لو كان تعالج والله قضية عملية ملفات الفساد اللي هي ملفات كبيرة اليوم، ما ممكن يعني ما كل يوم وزارة تدخل لها ما تلقى للأسف الشديد هذه المشاكل. هذه أيضا ترى مرتبطة بضغوطات خارجية، ليش ما نتحدث بالضغوطات الخارجية؟ يعني أنا أعطيك فجزء من هذا الموضوع، الارتباط الخارجي مثلا اليوم قضية المياه في العراق هي ما مرتبطة بقضية تركيا، قضية اليوم موضوع حزب العمال والمشاكل، القضية الاقتصادية في وزارة المالية ما مرتبطة بالمصرف الفيدرالي، شو يريد يسوي يعني؟ زين على يسوي على هالطاري شنو سبب روح ذاك اليوم السوداني منفردا إلى تركيا دون وفد وزاري؟ يعني جزء منها هي معالجة ملفات الملفات العالقة الطامة الكبرى. عندنا ملفات في تركيا كبيرة جدا، منها مثلا اختراق الحدود. نعم. هذا جانب. عندنا يا أستاذ عمر تعرف أنت أردوغان سوى؟ نعم. بجيته الأخيرة. نعم. بجيته الأخيرة اتفق على أنه تكون هنالك إطلاقات المياه تحت طائلتهم. نعم. مو اليوم استحقاق العراق اللي هو في الأمم المتحدة كمان مذكور اليوم وإطلاقات المياه، ولذلك عندنا في الصيف شحة مياه حادة طبعا اليوم، يعني وصلت إلى أنه اليوم دجلة ما بيها مي. إلى متى يفتقر العراق على المستوى الحكومي؟ وهذا السؤال لك أيضا أستاذ مشرق راح أرجع لك فيه. متى يبقى العراق يفتقر إلى المفاوض السياسي الجيد؟ أنا أقول نقطتين، النقطة الخارجية والداخلية. أستاذ مشرق لي خلي القضية بس النقطة الداخلية، نتحدث بالنقطة الخارجية وهي استقرار العراق بخروج الأمريكان، هاي نقطة راس سطل ما بها يعني ما بها نقاش. اليوم الأموال تكون بيد العراق، وبالتالي إذا أكو اتفاقية عام 25 إنه خروج جزء من الأمريكان، إذا ترامب القادم هسه يعني التزم بقضية اليوم تصريحاته اللي هي ما أعتقد دقيقة يعني بقضية إيقاف إطلاق النار في منطقة اليوم فلسطين والكيان الصهيوني، عدم تدخل العراق وأراضيه بشمول الحرب القادمة، ماكو عقوبات اليوم يعني ما شابه ذلك عسكرية على العراق باستيراد رادارات وغيره، إذن ما معناه اليوم الوضع الأمني إذا مستقر أكو قوة للحكومة، الأمن الوطني قوي، جهاز المخابرات قوي، اليوم الشرطة قوية، الدفاع قوية، أنت ذن الآليات يتحكم بها رئيس الوزراء، إذا ذن المفاصل يا أستاذ عمر ضعيفات بسبب أنه أكو أكبر من مهيمن عليهم باتفاقيات وما يخليك تشتغل، وبالتالي أنت راح تلاحظ أنه أكو فراق. أما المشاكل بين السياسيين أنا أقول لك موجودة، هذا هم جزء من الفساد اليوم، أنه أنا اليوم تنطيني وأنطيك وهاي المحاصصة هي هم سبب مقيت اليوم قتلت بها جزء من العراقيين بسبب هاي الاتفاقية اللي هي المفروض تلغى، والاستحقاقات تكون حسب اليوم الشهادة وتكون حسب اليوم الرقعة الجغرافية، وهنالك هذه الخلافات الكبيرة يعني احنا عندنا لحد الآن يراد لها تعديل، وهذا التعديل صعب في يوم وليلة انه اقضي على ملف الفساد اللي متراكم هو من اكثر من 20 سنة. شكرا استاذ عبد الرحمن. يعني بصريح العبارة استهواني عنوان كتاب موجود لدى أحد الباعة الذين يفترشون الأرض في شارع المتنبي، عنوان الكتاب
هو أسرار المخابرات العراقية من 1968 لغاية 2003. المثير بالموضوع أنه بعد مرور 20 سنة من نهاية هذه الحقبة يظهر مثل هكذا كتاب، بما معناه يدل على مفهوم ألا وهو قوة الجهاز. القصد من الكلام، هل إحنا اليوم أستاذ مشرق عندنا أجهزة أمنية قوية جدا تتمتع بهكذا حنكة؟ هل لدى العراق مفاوض جيد قادر على أن يأتي بحقوق العراق لدى الدول الأخرى؟ والله عندنا أجهزة أمنية ما يعبر عليهم الطائر، الشعراية ما تعبر زين، بس عندنا قادة سياسيين يكسرون بجناحاتهم ويكسرون رجليهم. دليلي على هذا، ماكو جريمة تحدث غير سياسيين إذا ما يجيبوا لك إياها ب 24 ساعة. بس دخل يصير بها طابع سياسي، دخل الزعيم الفلاني والسيد الفلاني والشيخ الفلاني، هذا من ولدنا، هذا عبروا سكتوا، وبالتالي تعرف أنت المناصب تدار بالمحاصصة، وهاي المشكلة كبيرة من مشاكل اللي العالم بدأتها إحنا. للأسف أقول لك، مو يشاع أن القرار الأمني لا تأثير عليه أستاذ مشرق. خلي أقول لك على المفاوض. نعم. إحنا هسه خلي أمدح الحكومة هاي الموجودة. إحنا هسه نملك أحسن مفاوض ما أجانب تاريخ العراق. أنا مش تنتقد السيد السوداني، راح أنا أقول لك شلون. ما دام نجحوا في عدم زج العراق في حرب بالوضع الإقليمي، رغم عدم سماع للكثير من القادة والزعماء المسلحين الذين في داخل الإطار التنسيقي وما عندهم سيطرة عليهم ولا زالوا مستمرين بالحرب رغم قرار الحكومة وقرار المرجعية وقرار كل شيء أنه إحنا مريد نتدخل بهاي الحرب، وإحنا دورنا إعلامي وإرسال مساعدات وغيرها. هذا الدور اللي لعبته الحكومة اليوم بإبعاد صراع الحرب وشبح الحرب عن العراق تقول عليه مفاوض زين. اما بخصوص القوات الامريكيه، انا اقول لك لا 25 تطلع ولا 30 تطلع، هذا عندها بعد استراتيجي كبير انه هي باقيه يعني. لكن اذا نجح المفاوض العراقي في تقنين هذه الجهود وعدم ابرازه ووضع العراق كمنطقه امنه يلجا اليها جميع طيب. الاطراف المتصارعه وهو ما يحدث. استاذ مشرق بمداخله بسيطه، يشاع انه الموضوع مو لدور حكومه وانما العالم بيناتها اتفقت انه خلص احنا هاي الحرب لا ناقل ولا جمل بها وندخل. انا اذكرك في العراق، انا جاي احكي على العراق، انا شنو علاقه امريكا مسؤوله عن تصليحاتها، ايران مسؤوله عن تصليحاتها. لا داخليا انا اقصد داخليا ارجع لك الى زيارتي القاضي سيد احمد الشاه السوداني، وحده الى امريكا وحده الى ايران، كانت واضحه، التقى بها مع المرشد الاعلى والتقى مع يمكن اصور مع وزير الدفاع الامريكي. هاي الاشياء اللي صارت بها كان ترتيب وارسال رسائل واضحه حتى برساله مع دول الخليج وبالخصوص قطر. هاي الرسائل واضحه بابعاد شبح الحرب عن العراق. وبالتالي هو نجح لغايه هذا اليوم. هذا تقول لي انا ما اقدر انكره، انا ما انكره. عندما الحكومه تقدم، الصراحه اقول لك اياها احنا شلون نفكر. الحكومه اذا تقدم شيء هذا انجاز واضح للحكومه راح تتحدث عنه. الفشل مسؤول عليه الكل. هذا التصرف مسؤول عليه النظام السياسي كله. طبعا انت مو شاركت الشعب بالفشل. الشعب شاركتوهم بالفشل، الشعب هذا المواطن شاركتوه بالفشل. مؤسسه السياسيين من جايين استاذ مشرق؟ من الهند جايين، هم عراقيين، هم من الشعب وراحوا للانتخابات. كتل سياسي حش السياسيين، لا تسمي السياسيين، تسوي السياسي 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 اللي يعرف يشتغل سياسه ويروح الانتخابات ويقدم شيء للناس حتى يرجع بعد 4 سنوات الناس تنتخبه. اما اللي جاي يصير، انا اتذكر بالشمعه بال 169 و 555 كنا انتخبناهن احنا 70% من الشعب العراقي طلع انتخبهم، لكن اليوم كل المشاركه كانت مرحله بدايه تاسيس دوله، مرحله صب الحجر الاساس، وهاي تجربة جديدة وارد الأخطاء بها. كنا متأملين، مو وارد الأخطاء، وارد الأخطاء بس مو كل أخطاء في دور روحك. أكو فرق. شنو اللي إحنا يوميا في حدث شكل بسبب هاي السلطة، بسبب الأحزاب الموجودة يوميا حدث شكل. تقول لي أنت والله كانت عندي طائفية وسنة وشيعة وعلي كثير الثاني شايا، هو أنتم أول ما جيتوا بالنظام السياسي كتبت الدستور قسمتوه سنة وشيعة وأكراد، وقسمتوا المناصب سنة وشيعة وأكراد. إذن حكايه استاذ مشرق، اقول لك شغله، عفوا خلني اكمل لك. الموجودين اليوم بكل الاطراف السياسيه سواء السنيه والشعب الواقع
كلهم اسسوا ميليشيات من 2005 و2006 نعم. وبعدين رجعوا الصالحة وشكلوا الدوله، كلهم اشتركوا بين محارب منا ومنا بين ويا داعش وضد داعش، وكلهم بعد ذلك قعدوا على نفس الطاوله. استاذ مشرق، استاذ مشرق عفوا، تجي تقول لي انت اذا حكايه استاذ عبد الرحمن صحيحه بانه المواطن شريك، المواطن هو اللي جاب، هو اللي انتخب، هو المواطن اللي راح يصعد قائمه على حساب قائمه. المواطن ما اسس، المواطن شوف باور، شوف هم ايش كانوا يسوون، هم طبعا اذكياء، عندكم ذكاء ودهاء في هاي النقطه، ارجو انه ننتبه له، كلش ذكاء ودهاء في هاي النقطه. هو شو يسوي؟ يجند ناس، شوف عينه بحش الشعبي، عينه بالجيش، عينه بالدفاع، ويكسب ولاء او يصير له ولاء مو لغيره، ويجيب له رعايه اجتماعيه وعينه بموظف الدوله، فكسبوا مجموعه من الناس بالخدمات الزبائنيه. واضحه؟ نعم. بقيه الناس جاي تقاطعهم ابويا، هم شو يسوون؟ يصرفون 20% على الحمله الانتخابيه، 80% من قيمه الحمله يروح للناس، يقولون قاطعوا الانتخابات، لان يدري الناس هاي المقاطعه انتخابات، اذا تروح الانتخابات ما راح تنتخبه، تنتخب غيره. فهم كانوا جهودهم على المقاطعه بشكل كلش كبير، لذلك ماكو مشاركه في الانتخابات. هاي واضحه اخوه، ما يرادها روح على القاضي، بالتالي الناس هي اصلا تعتقد انه اريد عدم اتوقف في الانتخابات. اريد اتوقف وياك بسؤال، اريد اتوقف وياك بسؤال، انتم اليوم حركه مدنيه يعني تتحدث بلسان هو مختلف عن ما هو دارج بالشارع العراقي على مستوى الحكومة، أنت شلون بالانتخابات الجاية راح تقنع هذه الفئة المنعزلة؟ لا بس دقيقة، احنا خلي أقول لك، أول شيء احنا ما احنا في انتخابات 2021 جبنا أصوات هواية سواء المستقلين المدنيين، ب 2023 هم المجالس المحافظات هاي اللي راحت بإمكانيات جدا بسيطة، بإمكانيات تكاد لا ترى بالعين المجردة، إمكانيات جدا بسيطة احنا عندنا، قلنا ان نقنع 140 الف مواطن يروح ينتخب له وحصلنا 7 مقاعد. اوكي احنا ما احنا جاي نبدا من الصفر، من نقطه 2021 احنا بدينا. مطالب المتظاهرين في تشرين كانت الاعتراض على مجالس المحافظات، شلون شاركتوا بها؟ شوف شوف خلي اقول لك، تشرين طلعت بمطالب عامه، نعم، هاي عمليه اختصارها. شوف اكو ذولي يعني ماكو، احنا نسميهم يعني ذولي ما اعرف اصحاب الحواديت، نعم، والمصفقين لكل الفشل، نعم، شو يسوي؟ يحاول يلقى خلل بالمقابل. تشرين طلعت بمطالب عامه، محاسبه قتله، على تغيير شامل للنظام السياسي بواقعيه عامه، وهاي الاشياء الاساسيه. عمليا مطلب مجلس المحافظه، مطلب الانتخابات المبكره، مطلب تغيير قانون الانتخابات، هاي مطالب ثانويه كانت، فكو جزء يتفق بها وجزء ما يتفق بها. ودليل على هذا كلامي، كثير من ابناء تشرين عندما كانت دعوه للمشاركه بالانتخابات قاطعوا، وكانوا من قبل يشتركوا انتخابات. تشرين فضاء عام بافكار قد تتفق معها او لا تتفق معها، لكن هي متفقه بوقوفها ضد النظام. رح ارجع لك برساله الختام حتى الوقت تقسم بيناتكم تقسيم عادل. يعني من بعد اذنك استاذ مشرق، استاذ عبد الرحمن يعني بصريح العباره، في فتره من الفترات اطلق على حكومه الكاظمي عفوا هي حكومه تشرين، وما حاسبت قتلة المتظاهرين، وما سوت عفوا استاذ مشرق، اقول لك خاف متعمد هاي من قلت القاضمي. لا 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 عفوا لا لا عفوا زين اي نعم. ف وان كان هو تنطبق عليه كل الاوصاف بعد سرقه القرن، بصراحه يعني من اكثر الاشخاص اللي بصريح العباره للأسف كانوا اصحاب الوجه الزائف اللي قدروا ان ينصبون على كم كبير من الشعب العراقي، كان ينظر له الى انه هو شخص وطني الى ابعد حد، يحاول ان ينقل العراق من وضع الى اخر. يعني موضوع مصطفى الكاظمي والحقيبه اللي عملها يعني مع وزرائه وحكومته بالتالي، وما حقق فتشي هو طبعا حقيقه للشعب العراقي، هي مستخرجات الوضع اللي مرينا به. يعني هو كان بمثابه الشارع العراقي، كان بمثابه كذبه نيسان يعني بالضبط. هو بعدين هذه امكانياته، يعني كل رئيس وزراء ترى اجى، يعني اكثر من رئيس وزراء، ماذا حقق؟ ماذا كانت يعني وضعه بين علاقته ويا الشعب؟ ماذا علاقته ويا دول خارجيه؟ ايش سوى ويا الولايات المتحده الامريكيه بتواجدها بالاحتلال كامريكان اليوم؟ ايش عمل ويا الاقليم؟ ايش عمل ويا الجنوب؟ ايش عمل بالفرات الاوسط؟ ماذا تعامل مع المدنيين؟ هذه بصوره واضحه، كل رئيس وزراء الان عنده اليوم ملف معين امام الشعب العراقي، لكن لما نتحدث على مصطفى الكاظمي او نتحدث عن تشرين مثل ما تفضل استاذ مشرق، اكو نقطتين مفارقه الان.
أولاً مصطفى الكاظم إجى يعني بظرف صعب جداً. نعم. فما نقدر نحكم عليه يعني بصراحة يعني ما يعني ماكو غيره مثل ما يقول على مود حل النزاع ونزاع كبير يعني. الجود بالماجود. الجود بالماجود. نعم. جيبه على مود الشارع لا يبقى يلتهب ولا تبقى أمريكا تتفرج علينا ويومياً طلعت لنا سالفة. مصطفى الكاظم صاحب أهم أركان فضيحة التسريبات اللي ظهرت بالعالم يعني الأخيرة. إيه نعم نعم مع أنه خلينا نكون يعني واقعين أنا يعني عندي مجسات أو معلومة أنا هسه مسؤول عليها أنه هو قريب جداً على علاقته ويا الأمريكان طبعاً. نعم. مو بعيدة يعني الرجل. كان يعني يتعاطى مع الأمريكان أنهم مو محتلين كأصدقاء وما شابه ذلك. لكن اليوم لما أجي أنا أتحدث بجزء من مشروع تشرين يعني وخلي يتحملوني هم أخواننا يعني ما أنتم هم يعني دخلتوا بالتوك توك وطلعتوا لي بجكسارات بعد أين أي موضوع نتحدث عليه أي ملف نتحدث عنه مو هي مشكلة هذه كبيرة. دولة تحكي على الفئة اللي من الممكن أن تسلقت يعني هاي الفئة واحد من غير عالم هاي الفئة وهاي العالم اللي وهاي الفئة اللي بالإطار إدارة الدولة هاي لا مسؤولة هاي أمام الشعب هاي ما تمثل تشرين استاذ عمر شو ما تمثل ليش ما تمثل أكو ناس ما يجوا بمشروع مسمى تشرين عفوا أكو ناس من طلعت استاذ مشرق إذا استاذ مشرق راح انطيك الوقت تجاوب بس اذا تسمح لي حتى نفصل الامور اكو ناس طلعت وقفت بساحه التحرير هي ناس اصحاب قوت يومي فقره ملاقين اللي ياكلوه دول يستحقون الاحترام والتقدير وان واحد يرفع لهم القبعه اللي واحد انه ممكن شايل روحه بايده وطلع وقف بساحه التحرير اما تقول لي اكو اشخاص تسلقوا على ظهور من وقف حقيقه بساحه التحرير انا اقول لك استاذ عمر نعم خرج للسلطه نعم أو معالجة أخطاء السلطة سؤال خرج يريد سلطة واحد نفس السؤال لا 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 نعم. لا هذا مهم جدا نعم. خلوه يجاوبنا نعم. عليه أستاذ نعم. مشرق هذا سؤال أنت خرجت أستاذ مشرق خرجت نعم. ودخلت ضربت القبة وسقطت حكومة ودماء صارت عراقية تريد سلطة روح لصندوق الاقتراع بدون دماء صندوق الاقتراع مفتوح القانون موجود الدستور العراقي موجود ما لي علاقة بالفاسدين أنا اليوم سيد عبد الرحمن اليوم باكر أدخل انتخابات عندي جمهور وأنا نزيه ونظيف يصوتون لي وصير نائب وصير صاحب قرار بالقوة التشريعية علي وشاني بعد حاط لي خيمة وطوب واضرب يجاوبك عراقي يجاوبك هسه لو بعد هذا مو منطق هذا يجاوبك هسه لو بعد ما تكمل إذا كملت حضرتك لا كملت إذا كملت هاي كامرتك إلك أختم من يمك بدقيقة حتى أنتقل للأستاذ مشرق وبعدها أختم ايه؟ رسالتك الأخيرة بخصوص موضوع التسريبات الحكومية حكومة السوشيال ميديا طبعا عفوا احنا ما نختزل الحكومة برجل احنا ما نختزل الحكومة بالسيد السوداني احنا ناس عراقيين لسان حال المواطن العراقي احنا بظهر الحكومة بأي تصرف من الممكن ان يصب يعني للصالح العام بمصلحة واحنا بالضد من اي تصرف يضر بالمصلحة العامة نعم انا حقيقة رسالتي يعني بدقيقة باختصار نعم. انه موجهة الى كل الشعب العراقي ان يتعاون مع هذه الحكومة وبالتالي بالذات موضوع المسألة الامنية يعني نعم. اليوم ماكو اليوم حقيقة تواجد لجهاز المخابرات اللي ذكر استاذ مشرق اليوم نعم. للأسف الشديد المخابرات العراقية معروف عنها جهاز الامن الوطني اللي يترقب الجريمة وما شابه ذلك ايضا عليه متابعة ولا بأس يعني اليوم تفعيل هيئات نعم. اليوم موجودة مثل هيئة المساءلة والعدالة مثل باقي الهيئات هيئة يعني اعتقد الفساد لربما نعم. مو تمام نعم. اللي كان يترأسه حيدر حنون ذني المفروض النزاهة أيضا تتابع بحذافير مفاصل الدولة مع اليوم تتبعات مكتب رئيس الوزراء بالصغيرة والكبيرة ومعالجة هذا الموضوع للشعب العراقي شكرا. وانتهت شكرا أستاذ عبد الرحمن أستاذ عبد الرحمن الجزائري القيادي في تيار القسم الوطني شكرا جزيلا على حضورك ننتقل مرة أخيرة للأستاذ مشرق هل أنتم طلاب جاه أم مصلحين؟ لا بالتالي هو كل حزب سياسي هم الوصول للسلطة ما جاهش على المتظاهرين وهم بنفس الوقت ما جاي يفرقون هم بين الحزب السياسي وعمله وبين النظام السياسي بشكل عام ومطالب الناس الناس ما طلعت في السلطة الناس رادت تطلع على التغيير الشامل من هاي الخروج تأسست أحزاب هسه هو في خبايا كل واحد ما حد يعرف هسه مشرق شنو بداخله مشرق الظاهر مالته هو يريد تغيير شامل وصول السلطه عبر الادوات الدستوريه تغيير في هذه المنظومه ادوات اداره المؤسسات هاي اللي يريده لكن انا اريد اجاوب جواب بسيط بخصوص التيك توك والجكساره طب التيك توك طلع الجكساره هذا
خلي اقول لك من هم اكو حزب سياسي مثلا هسه هو ما اعرف شنو حزبهم، مع اول مره اسمع قسم يعني احتراماتي لهم تيار القسم. اي تيار القسم الوطني على الشرف. من عندهم مثلا شخص وهذا الشخص هو في تيار القسم وراح الى دوله القانون مثلا، هل المسؤول عنه بعد ان انتقل الى دوله القانون دوله القانون لو تيار القسم؟ اكيد حزب الجديد. لا عفوا يعني اللي افهمه اللي افهمه من حضرتك انتقلت افكاره استاذ مشرف، انتقل افكاره استاذ مشرف. نعم. مو حتى المواطن، الله يخليك، حتى المواطن يستفيد. نعم. انت اذا تريد توصل لي فكره انه اللي موجود هو ممكن شخص بدا بتشرين وبحركة احتجاجية انتقل ومن شاف السلطة انتقل إلى مكان آخر. لا أفكار انتقلت، أفكار سياسية انتقلت، صار راح ويا محبين السلطة، راح ويا الإطار وقوم وجاء طب مرة شاحنا نظل نجرب العمر كله يعني هسه إذا مشينا وياكم تيار مدني ورحتوا كلكم ويا غير سلطة شلون بينا؟ لا لا دقيقة هذا خلص. أكو فرق بين تنتخب شخص مستقيل يروح الله وياك، وأكو شرق بالشرق بين تنتخب حزب سياسي عنده فكر. هسه من مثلا دوله القانون يقول لك انا تعال انتخبني انا كدوله قانون، عندي مشروعي وعندي نظامي وعندي ترتيبي وعندي برنامجي. المواطن صار عنده خلط يتصور انه شكو عنده حزب مو زين بسبب الاحزاب السابقه، فمن اجي اقول له انا مثلا انا حزب سياسي يقول لك اوه انت مثلهم، فانا انتخب مستقل، المستقل احسن. هاي الفكره هم اللي وصلوها للناس. نعم. هذا الفكره عن تشوه النظام السياسي. نعم. وصلها للناس القاعده الموجودين بالسلطه والاحزاب السياسيه السابقه، احنا جايين نعاني بسبب اخطائهم حتى نقنع الناس. شكرا جزيلا استاذ استاذ مشرف الفريجي، لك دقيقه اختم بها برساله للحكومه العراقيه اذا امكن. والله دورك بالمفاوضه ممتاز واستمر بي، وهذا الخلل مال الفساد والتسريبات من سنها هم سنوها السابقين. نعم. فاكيد إن الحكومه من نجدتي فرضوا عليها المحاصصات الكثيره بدرج بعض الاشياء كمستشارين ووزراء، والوزراء اللي مشمولين بالمحاصصه اللي عليهم نقاط فساد هم واضحين بشكل واضح، والرجل جاي يقول اريد تغيير وزاري باكثر من مره ما جايين بذولوا ما يغيرون وزارهم الفاسدين. خلي غير، فبالتالي خلي غير ايش من تغرب بالقرار له. وبالنهايه القرار الاطار التنسيقي مو له باعتباره ما عنده مقعد، يعني ليش الرجل جاي يفكر انه يكون الان ممكن يكون عنده كتله زينه؟ انا اشوف الرجل جاي يشتغل نوعا ما زين رغم تحفظاته، رغم تحفظاته كثيره عن التدخلات اللي جاي تصير، ما جاي يخلونه براحته خصوصا بالوضع الامني وغيره، وهاي المشاكل اللي جاي يسبون هي وجاي يحرجون بها قدام الناس. وتعرف حتى محاوله العراق بالحرب رغم هو تحدث عن هذا الموضوع اكثر من مره. الامور زينه لكن يحتاج اكثر ان يخرج الحكومه، تحتاج اكثر ان تخرج من هذه العباءه التي تحاول ان تسيطر عليه كل مره. شكرا جزيلا استاذ مشرق الفريجي الامين العام لحركه نازل اخذ حقي، حقيقه شرف كنتما ضيفين عزيزين اثريتما الحلقه جدا وكانت حلقه ممتعه بالنسبه لي، واتمنى تكون لكما بالمثل وللمشاهد الكريم. ختاما لا يسعني الا ان اشكر من حضرني في هذه الحلقه، على امل اللقاء الاسبوع المقبل بحلقه جديده وملف جديد. وراح اقول لكم شغله واحده، العراق بذمه الكل، المواطن قبل السياسي والسياسي قبل المواطن. كافي، عشنا 21 سنة ضيعنا حق العراق بكل ما أوتينا من قوة، خلص كافي، اللي باق واللي طلع، وصلنا إلى مرحلة صار التغيير مطلوب والعقل هو الحاكم. دمتم بسلام، آمنين، مع السلامة.